لهاد الاحتفالات ديال راس السنه، وبدا العمل ديال عناصر ورجال ولايه الامن منذ بدايه شهر 12، واستمر تدريجيا. رفعنا من التواجد الامني في الشارع العام تدريجيا حتى وصلنا للتواجد اللي كاين الان ليله ديال راس السنه، اللي هو غطى جميع الشوارع والازقه، كذلك داخل الاسوار وخارج الاسوار، وكذلك المتاجر الكبرى، كذلك الفنادق المصنفه، الرياضات اللي عرفت احتفالات داخل الاسوار، لان كاين تواجد محكم ديال الدوريات الرجيله، الخياله كذلك عرفت قاموا بالتغطيه ديال المرتفعات والنقاط اللي ما كتوصلهاش السيارات والدراجات الناريه. كاين تواجد ديال العناصر المرور في مختلف المناطق ديال المدينه والشوارع الرئيسيه، كذلك سدود المراقبه، سدود اداريه وسدود قضائيه، جميع المحاور من والى الاحياء الشعبيه وداخل الشوارع الرئيسيه في وسط المدينه. لان على العموم كاين تواجد محكم طبقا للخطه محكمه ديال السيد ولي الامن. اذا كما كتلاحظوا ان الترتيبات والاجراءات الامنيه اللي اتخذت بالمناسبه ديال راس السنه هي في الحقيقه اتخذت قبل بشكل افقي في الزمان، يعني كان عمل استباقي وكان اجتماعات مسبقه من اجل التهيئ لهذه المناسبه. وهذه العمليات الاستباقيه اللي كانت كتجلى في واحد العدد ديال الاعمال الامنيه وديال الحملات، وركزت بالخصوص على الجريمه العنيفه اللي هي كتمس بشكل مباشر المواطن في السلامه البدنيه ديالو وفي الممتلكات ديالو، وكذلك كتخلق واحد النوع ديال الاحساس بانعدام الامن رغم انه كيبقى احساس في حد ذاته وليس واقع حقيقه. كذلك ركزنا على محاربه المخدرات، وخلال هذه الاسابيع الماضيه يعني بتنسيق وتعاون مع جميع المصالح الامنيه الموازيه حققنا نتائج ايجابيه، بحيث ان تم حجز ما يفوق من 40,000 قرص مهلويس خاصه من نوع الاكستازي، وهذا النوع ديال الاقراص دائما كيشكل واحد المؤشر خايب خطير اللي كيجعل المتعاطي ديالو انه يقوم بواحد الاعمال اللي هي عدوانيه واقتراف الجرائم وان كانت حتى في اقرب الناس اليه. اذا بهذه العمليات وهذه الايقافات وهذه المحجوزات بهذه الكميه المهمه كان عندها تاثير في انخفاض منسوب الجريمه على مستوى مدينه فاس. بالنسبه كذلك العمليات الامنيه همت بالخصوص الاشخاص اللي مبحوث عليهم اللي كيشكلوا واحد خطر متجول يجب تحييده. اذا اعطت العمليه كذلك نتائج ايجابيه بحيث تم ايقاف واحد المجموعه كبيره من هذا النوع ديال الاشخاص. كذلك تم التصدي لجميع المظاهر ديال الانحراف وديال العبده وديال السلوكات اللا حضاريه من قبيل حيازه الاسلحه البيضاء وتهديد المواطنين بها، او كتشكل في حد ذاتها غير ذاك الحيازه كتشكل واحد الهاجس بالنسبه للامن ديال المواطنين. إذن بالنسبة للهدف أفقيا في الزمان ولكن عموديا في المكان، أن اليوم هو يوم المناسبة، إذن كتخاذ تدابير إضافية، كانت اجتماعات مع جميع المسؤولين وجميع الموظفين جميع الوحدات، وتم التحسيس ديالهم بالأهمية ديال فرض الأمن واحترام القانون، وفي نفس الوقت احترام الحرية تجول المواطن واحترام الكرامة دياله. ولعلى هذا الاساس الخطه المعتمده واللي هي اصلا مستمده من الاستراتيجيه العامه اللي كتنهجها المديريه العامه، وتم تقسيم المدينه الى مناطق محدده من حيث الجغرافيه ديالها، وتم تعيين الوحدات المكلفه بتامينها، وتم اشراك الفرق اللي هي متخصصه مثلا الشرطه القضائيه والشرطه العلميه والتقنيه، هناك كاميرات محموله متجوله في جميع القطاعات، بالاضافه الى شرطة الخيالة، شرطة الكلاب المدربة، بالإضافة إلى الدراجيين لأن عندهم دراجات من النوع القوي من حيث القوة الجبائية ديالو ومن حيث السرعة ديالو اللي كتمكنوا أنه ينتقل في أسرع وقت التلبية للنداءات ديال المواطنين، وفي جميع المحاور واخا تكون حتى هذيك المنطقة يعني عندها تضاريس اللي هي وعرة، بالإضافة إلى إشراك المكون ديال الأمن السياحي من أجل تأمين السياحة. كذلك الفرق ديال الامن العمومي وعلى راسهم رؤساء الدوائر كل واحد كيشرف على المنطقه ديالو، بالاضافه الى تنصيب دوريات راجله في جميع القطاعات، وتم تامين الفنادق وكذلك الرياضات اللي فيهم الاحتفالات،
سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة، بالإضافة إلى تأمين أماكن التسوق والفضاءات العامة والمنتزهات، ودون إغفال الهوامش والأحياء الشعبية. كذلك تم تأمين المداخل ديال المدينة بتدعيم السدود المنصبة بالعناصر وبالآليات ديال الاستكشاف مثلا المبحوث عنهم عن طريق البصمة. كذلك تم نصب سدود إدارية داخل وسط المدينة في محاور معينة منتقات من أجل ضمان حرية السير، وكذلك لوضع حد لهذاك التهور ديال السياقة خاصة السرعة. بالإضافة إلى ذلك تم تدعيم العناصر ديال السير والجولان في جميع المحاور وجميع المدارات من أجل السهر على انسيابية حركة السير والسيولة ديالها. كذلك تم تحسيس وتدعيم مراكز أو مصالح حوادث السير باش تكون دائما على استعداد للتدخل كلما طلب من عندها الحاجة. إذن وهناك جنود الخفاء الذين يشتغلون داخل المقرات ديالهم من أجل تحليل المعطيات، تلقي الشكايات وتوجيه الوحدات الأمنية القريبة، وكل ذلك في تناغم وتنسيق تام. وكما لاحظتوا الجولات فهي بينت لكم عن قرب الترتيبات المتخذة في جميع الأماكن بدون استثناء، سواء في المدينة الجديدة أو داخل المدينة، داخل الأسوار في المدينة القديمة أو في الهوامش ديالها أو في المداخل ديال المدينة. إذن تنتمنى لكم سنة سعيدة. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.